مصطفى شوبير كان متالق امبارح وبقاله فتره حقيقي يعني اثبت نفسه طبعًا. خلاص يعني كده نطمن على مركز حراسه المرمى في النادي الاهلي حياة سواء مصطفى بالنسبه للشناوي طبعًا. او لشوبير طبعا حياة مصطفى شوبير يعني خليني اقول لك رقم تاريخي هو حققه اول حارس في تاريخ دوري ابطال افريقيا بيحافظ على نظافة شباكه آه، تسع مباريات متتالية وبيتوج باللقب رقم تاريخي في 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 وقت هو جاي فيه من بعيد يمكن محمد الشناوي كان دايما هو الحارس الأساسي وبعد مم. إصابته ما حدش توقع المستوى الرائع اللي عمله مصطفى شوبير حتى مش في النهائي بس لكن خارج الأرض أمام مازيمبي شفناه ازاي تصدياته كانت مميزة في الدور ربع النهائي بداية حتى من دور المجموعات الحقيقة مصطفى شوبير بيطمن مستقبل منتخب مصر في مركز حراسه المرمى وده المركز اللي دايما كان عندنا شويه ازمه او او قلق مع طبعا مع تقدم عمر محمد الشناوي م. والاتجاه طبعا او اقترابه من الاحتراف الخارجي لكن وجود حارس زي مصطفى شوبير له خبرات لعب امام جماهير كبيره حتى مش مش هذا الموسم بس لعب امام الوداد المغربي في, في نهايه افريقيا الموسم الماضي وكان مساهم بشكل كبير في مباراه الذهاب في فوز الاهلي فاعتقد مصطفى شوبير خلاص اثبت انه يستحق الحصول على يعني حارس مصر الاول في المستقبل طبعا طيب ما فتحنا الكلام في نقطه مصطفى شوبير وبنتكلم على كابتن شناوي هل ده ممكن يساعد الاجراءات وممكن يساعد كابتن شناوي انه الاهلي يقدر يسيبه بقى يحترف اسرع يسيبه في ايا كان بقى ايا كان الشكل لكن هو كده مطمن على مركز حراسه المرمى عنده طيب خليني اقول لك ان فعلا قبل ظهور مصطفى شوبير او قبل تواجده بشكل اساسي او حصوله على الفرصه الكافيه كان مرفوض تماما من جانب مسؤولي الاهلي احتراف محمد الشناوي رغم العروض المغريه اللي كانت بتوصله لكن الحقيقه مع مستوى مصطفى شوبير والتالق الكبير اللي حصل في دوري ابطال افريقيا اعتقد في موافقه مبدئيه من جانب النادي الاهلي لاحتراف محمد الشناوي حال وجود عرض يليق بامكانيات الحارس ويليق بامكانيات النادي الاهلي ايضا فاعتقد ان وجود عرض احترافي للشناوي في الفترة القريبة أعتقد هيكون عليها موافقة نظرا لتواجد مصطفى شوبير ونظرا لتواجد الزنفولي الحارس اللي تعاقد معاه الأهلي